بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك كتابة أينما كنتم. الدفاتر دفاترنا والتواريخ في إيدينا، حد هيحاسبنا؟ بص يا أستاذ إبراهيم، هذا المنطق يحكم الكثير من أوضاعنا الرياضية. للأسف الشديد إن الكثير يعتمد على إن الليحة تتعدل في غيبة وفي ليل، ليك تعبير كده بليل. القرارات لا يحكمها معيار واحد، والقضايا لا يحكمها معيار واحد، ولا والفيصل في النهاية كلمة مسؤول في الاتحاد. عشان كده في تفاصيل كثيرة في حلقة اليوم من ملك وكتابة التي تحمل الرقم 783، وهذه أبرز عناوينها. مقالي ومقاله شالوا برقع الحياة. الغربال الفريضة الغائبة في الرياضة المصرية. وبعظمة لسانه الدوري الجديد واللبانة القديمة. والشموع الحمراء عن محمد شريف صبري باشا. وأسرار الملك عن القاطرة. وأخيرا مجلتنا اليوم ومن 40 سنة. ده مضمون حلقة النهاردة، لكن انت بدأتها بداية درامية في الزوجة الثانية. خير؟ أنا أقول لك حاجة. قول لي. أتذكر هذا المشهد كلما أسمع تعليقات أو أرى تسلسل وتداعيات قضايا واضحة للرأي العام، ولكن يتحول مسارها ما أن يتدخل مسؤول في أي في بعض الاتحادات. والمراسلات التي تصل إلى الاتحادات الدولية في الكثير من المنازعات، فتنقلب الوقائع بشهادة بعض مسؤولي الاتحادات أن لا، تم القيد في التاريخ كذا، أصل مش عارف إيه، ويبتدي نخش في عملية تبرير وتنظير لأمور كل الناس شايف الخطأ كيف يحدث. وننتظر بعض الاتحادات ونشوف هتعمل ايه في القضايا المعروضه عليها، عشان نبتدي بقى فعلا نناقش الامر باكثر تفصيل. يعني